كابتن عبد الحكيم، أريد أسألك عن أبرز الإنجازات اللي قدمها فريق ظفار للمغامرات. الحمد لله التوفيق من الله. في بعض المواقع كان الأهالي مثلا كهف أو حفرة إذابة شعاعات. نعم. هذا نعتبر من ضمن الإنجازات أو حتى من ضمن يعني سقلنا فيها وتدربنا نوعا ما ومن انطلقنا من حفرة إذابة شعاعات. كان أول بداية أودية وكذا. نعم. تعلمنا الحبال في مسقط عن طريق الشباب جزاهم الله خير. دائما الخبرة تكتسبها إذا عاشرت أصحاب الخبرة. نعم جميل. فرجعنا هنا فسمعنا واحد من أصحابي قال نريد ننزل هذه الحفرة. رحنا أول شيء لا قبل ما ننزل لازم نستعلم على المكان إيش فيه إيش ممكن نواجهه. الأهالي خبرونا بالموقع وطبيعة الموقع من اللي نزل. عرفنا إنه تم استكشاف من الحفرة نزول 170 متر واستكشف في استكشف منها يعني تقريبا 200 متر. ما شاء الله. فنحن قلنا لابد ان نكمل الاستكشاف، ليش وتوقفوا هناك؟ الحمد لله جلسنا في الحفره نفسها اللي هو عباره عن حفره اذابه نزول 170 متر. نعم. بعدين في مدخل الكهف. ما شاء الله. الكهف هذا دخلنا الى 1400 متر داخل، وكثنا في الحفره في الحفره او بدل ما نطلع وننزل نطلع كثنا فيه تقريبا 58 ساعه. ما شاء الله. عبتنا فيها يومين يعني. يومين. مع البرد و تجربة صراحة فريدة هي نوعا ما. كان عندكم شيء من التواصل عن طريق هاتف ولا؟ لا لا لا، فنحن عندنا فريق دعم فريق لوجستي بعد. جميل. معنا برقيات يعني احتياطات مسيئة. لا 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 موجود لابد ما تروح كذا. ما تروح كذا حتى من ناحية الحبال حتى من ناحية العدة كاش غازات. أجهزة أكسجين. سترة نجاة. ما يعتريكم خوف وانتم تنزلوا مكان غريب وتباتوا فيه؟ الجمال الاستكشاف ينسيك الخوف. إيه سبحان الله. لابد منه الخوف الحذر ما الخوف يعني بحيث انك ما تكمل ما تغامر. لابد ان في خوف لابد بحيث انك تحافظ على حياتك. نعم. لكن الشغف الاستكشاف ينسيك كل شيء يعني. كل مره تحب ان تشوف ايش ايش بعد ايش بعد. جميل. وماذا ايضا بجانب هذه الحفره منجز اخر للفريق؟ لما طلعنا من الحفرة، هذه الحفرة في بداية سنة 2020. نعم جميل. في نزلناها نزلة واحدة كانت استطلاع. نعم ما شاء الله. والاستطلاع هذاك تقريبا 170 متر. نزلنا 120 متر حبال ووصلنا إلى 170 ورجعنا. احنا كان اثنين. نعم ما شاء الله. كان الاستطلاع. فخبرونا الأهالي إنه لما تنترس ماء أو لما يسيل السيل فيها يعني تطلع من اتجاه بعد ربع ساعه تقريبا من نكبه شلال نكبه. سبحان الله. فقلنا ليش احنا ما نشوف الجانب الاخر نشوف. جميل. لان احنا من فيما بعد قلنا بدل نشوف ايش اتجاه ثاني. رحنا اتجاه ثاني وجدنا نفس الشيء. كهف بدايته ضيق الفتحه ضيقه تقريبا 4 متر عرضها وارتفاعها تقريبا نصف متر. نعم جميل. ودخلنا سيده في بركه ماء. وشوف اول 90 متر كلها بركه ماء. ما شاء الله. وصلنا للاستكشاف فيما بعد لكن ورجعنا للشعت في اخر شيء. من شعت ومن نكبه من شعت اكتشفنا 1400 متر ومن نكبه يعني تم الاكتشاف ما يقارب 100 كيلو و100 متر. ما شاء الله. فيها شلالات ارتفاعات توصل الى 30 متر 35 شعت ارتفاع يوصل ل 70 متر. نوازل صواعد طبيعة جيولوجية يعني جميلة جدا. هذا من بالنسبة لشعت ونكبت. وفي عندكم ناس متخصصين مثلا في الجيولوجيا؟ نتعاون مع دكاترة مثل الدكتور محمد الكندي. ايه ما شاء الله. ودكتور علي فرق. اي شيء اي اسم ما يقصروا متعاونين جدا معنا. جزاهم الله خير. فاي شيء نحن ما نفهمه او شيء واجهنا نرسل لهم صور نرسل لهم. الدكتور محمد الكندي نفسه زار نكبت. نعم جميل. والدكتور علي فرق زار يعني درس المنطقة جيولوجيا. ونحن كان الاكتشاف دائما فريق الاستكشاف بعدين العلماء. ما شعوركم بعد كل منجز وبعد الانتهاء من تجربة معينة أو مغامرة؟ والله نقول مستمرين. احنا نرتاح لأن تكون فيها راحة نفسية. يعني انجزت أظهرت معلم كان مخفي. نعم.
أظهرته للعامة، أظهرته تعرف عنه الدولة، تعرف عنه قد يكون هذا مزار سياحي، مسار جيولوجي، مسار يعني نفس الشيء يدعم سياحة المغامرات. هل هناك شروط معينة تضعونها لأعضاء الفريق حتى يكون أيضا فريق قوي للمغامرات؟ أكيد أكيد. احنا معنا الحين تقريبا مدربين اكفاء كمدربين حبال. احنا تدربنا في اليونان ايكو برو ما شاء الله، انا وزميلي نائب الرئيس مازن زعبنوت، وفي شباب نفس الشيء معاهم خبرات متعدده من قبل في الحبال، وفي شباب دربناهم. او جميل. هذا من ناحيه الحبال. زميلنا مثلا في الصحه والسلامه من ناحيه السيفتي موجود متخرج بكالوريوس. جميل. ونفس الشيء تخرجنا من الجيش بعد جلسنا 3 أسابيع معهم. او ما شاء الله. يعني خف قضيه الغوص والسباحه وذي الاشياء لان انت تقول تمر على دورك. معنا شهاده دوليه، خلصنا الاوبن ووتر دايفنج سكوبا. جميل. والادفنشر سكوبا والادفانس. ما شاء الله. 11 عضو. جميل. دورات 9 اعضاء وانضم بعدين شخصين. فهدف تدريب الفريق واستفاده من الفرق الاخرى. نزور مسقط، ومسقط الشباب اللي في مسقط الشمال يزورونا ونتبادل الخبرات. جميل. حتى نفس الشيء رحنا مع الفريق العمال لاستكشاف الكهوف بشكل رسمي الى حفره خصفيت فوجيت في المهرة. ما شاء الله. اللي هي مسمى تسمى بئر برهود. كان عند الحفره هذه يعني يقال عنها بعض التخويف والاساطير من قبل الاهالي، وما حد نزلها او ما الله اعلم من نزلها، لكن حتى وقت اللي نحن دخلنا فيه اللي نعرفه انه ما حد نزل، بس كان فيها تخويف. نعم. جميل. نحن كان همنا إظهارها. نزل الفريق على استكشاف الكهوف ونزلنا معهم، أظهرناها إنها ما مخوفة. جميل. إنها بالعكس جميلة جدا يعني. نعم. سبحان الله جنة الله يعني في الأرض. نعم. حفرة جميلة وتم توثيقها علميا جيولوجيا وتوثيقها بالفيلم والصور جماليتها. ما شاء الله. جميل. جزاك الله.